بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما كسد طول الدهر ثوب المصائب مصاب رقى من غالب أي غاربي فيا لك من رزق أطل بروعة فيا لك من رزق أطل بروعة وأضرم نار الحوز بين الجوانب غدا أصاب الدين سيف ابن ملجم وأردى عليا خير ماش وراكبي وطبق عليه الحوز جبريل باكيا فغدا شرقها بالمغارب وضجت عليه الجن والإنس بالبكاء هي بدمع سفوح كالسحائب ساكبي مدارسه أضحى الدوارس بعده وليس بها غير الصدى من مجاوبي وين المصيبة وضلت يتامى المسلمين نوادبا يا ويلي وضلت يتامى المسلمين نوادبا تحن حنين ليعمل السواد
لكن الأمر لله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. ما زال كلامنا في هذا المقطع الوارد في دعاء الافتتاح، حيث بينا بأن الارتباط وثيق بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين ليلة القدر، حيث أن ليلة القدر هي من تجليات الله سبحانه وتعالى لأئمة أهل البيت من باب التعويض عوضا عن غصب الخلافة. الله سبحانه وتعالى عوض أهل البيت بليلة القدر خير من ألف شهر. هذه ألف شهر يعني حاكمية بني أمية. إذن بمقدار معرفة الإنسان بمقامات أهل البيت عليهم السلام، بمقدار هذه المعرفة يحصل على إفاضات ليلة القدر. لذا سنقف إن شاء الله عند بعض الأمور التي تبين بأن البعد المعرفي دخيل في تكامل الإنسان، وإلا كيف أصبحت ضربة علي عليه السلام يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين؟ كيف هي ضربة لها بعد جوارحي؟ هذا سنعرفه إن شاء الله من خلال المحاضرة. هناك قاعدة يبينها أمير المؤمنين في دعاء كميل، من خلال ذلك نعرف الربط، لأن الرواية تقول من عرف فاطمة فقد أدرك. هنا السر، من عرف المعرفة أمر إدراكي، أمر استنتاجي، أمر برهاني، أمر يخضع للدليل. إذا تحققت المعرفة تحقق الإدراك. الإدراك يعني أمر عملي، أمر له تجليات في الخارج. بمجرد أن يعرف الإنسان أئمة أهل البيت، نعم كل إنسان بمقدار تلك المعرفة التي يمتلكها. من هنا في هذه الليلة سنقف عند بعض المقاطع الموجودة في هذا المقطع الدعائي، وسنبين بعض الحيثيات التي ترتبط بمعرفة أمير المؤمنين حتى ندمجها بالبعد العملي الذي يرتبط بالإنسان. كيف؟ لأننا ندعي بأننا من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الادعاء في حقيقة الأمر من الادعاءات الكبيرة جدا. ومن خلال بعض الروايات يعرف الإنسان بأن هذه الكلمة إذا أطلقت من دون تدبر، من دون تأمل، يكون الإنسان بذلك قد ارتكب الحرام. عجيب، يقول شلون يعني إذا قلت أنا من الشيعة؟ نقول نعم. كيف؟ عندنا بعض الروايات سنقرأها ونقف عندها. المقطع الموجود وأخي رسولك، أخوة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للنبي الخاتم محمد.
هناك رواية تقول بأن الله سبحانه وتعالى آخى بين ميكائيل وجبرائيل وجعل عمر أحدهما أطول من الآخر، فقال لهما أيكما يؤثر لصاحبه الحياة؟ يعني عمر واحد منكم أطول من الآخر، فمن منكما يمتلك الإيثار ويعطي لصاحبه هذا العمر؟ تقول الرواية فاختار كلاهما الحياة. عجيب. وإذا بالخطاب الإلهي أو ما تنظرون إلى علي كيف ضحى بروحه من أجل رسول الله اهبطا إلى الأرض واحفظا عليا. تقول الرواية جبرائيل عند رأس أمير المؤمنين وميكائيل عند رجله وهما يقولان من مثلك يا علي؟ والله يباهي بك الملائكة. فنزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه تحتاج صلوات، مو تحركون رؤوسكم، صلوا على محمد وعلى محمد. إذن هذه من مصادق الأخوة الحقيقية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما بات على فراش رسول الله، مسألة التضحية، مسألة الفداء، من هنا ينفتح عندنا الباب لنقف عند كلام النبي صلى الله عليه وآله، كيف أن ضربة أمير المؤمنين يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، وهي ضربة ظاهرية، ضربة بالسيف، يعني بالمنظار المادي، بالمعادلة المادية لا مساواة بين الكفتين، هي ضربة. كيف هذه الضربة تساوي عبادة الثقلين، عبادة الجن والإنس؟ هنا قلنا بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين قاعدة في دعاء كميل بأن التكامل يحصل بين ارتباط شيئين، بين جوارح الإنسان وبين جوانحه. جوارح الإنسان يعني شنو؟ يعني البعد المادي، هذه اليد جارحة، هذه الرجل جارحة. أمير المؤمنين يقول وقوي على خدمتك جوارحي، هل الجوارح لوحدها تكفي؟ قل لا، واشدد على العزيمة جوانحي، يعني بعد القلب. ها، إذا بعد القلب صار هو الحاكم على الجوارح، حينئذ يكون الإنسان كما يقول في الدعاء واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. أنت شلون تقول واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك؟ أمنية جدا كبيرة. الآن لو سألك سائل من هو أحسن إنسان على وجه الأرض وهو من الأحياء، تقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، صحيح لولا؟ أفضل إنسان. أنت تقول واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. إذن نحتاج أن نعرف يعني شنو مقام العندية. تلك المرأة قالت ربي ابن لي بيتا في الجنة، لا عندك بيتا، يعني مقام القرب. لذا في دعاء عرفة بعد أن نبين مقطع وحيثية ضربة أمير المؤمنين هناك قاعدتان للسالك إلى الله. القاعدة الأولى والمرحلة الأولى إشراق الأنوار، كما يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب من أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. بعدين يقول أنت الذي أزلت الأغيار في قلوب من؟ في قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. ما هو الفرق بين مرحلة إشراق الأنوار وبين مرحلة إزالة الأغيار؟ هذه مسائل مهمة إخواني، موجودة في أدعية أهل البيت. السيد القائد حفظه الله عنده عبارة لطيفة
يقول إذا أراد الإنسان أن يعرف شخصية الإمام الحسين في بعدها العقدي والمعرفي فليقرأ دعاء عرفة. ها؟ ماكو أحد يقرأ دعاء عرفة، وهذه المشكلة. لذا ارتباطنا بالإمام الحسين ارتباط ماذا؟ ارتباط ببعده العاطفي. هذا أيضا يحتاج إلى بحث، أن لماذا هذا الارتباط العاطفي بالإضافة إلى أنه عاطفي ارتباط موسمي. على أي حال، إنزين، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، هي ضربة ظاهرية، هي ضربة جوارحية، لها ارتباط بقوي على خدمتك جوارحي. لكن أمير المؤمنين، هذه الضربة هل هي ضربة جوارحية محضة كما يتحقق الغضب من الإنسان فيضرب، أم ضربة جوارحية حاكميتها العقل؟ شلون؟ يقولون الإنسان عنده أربعة قوى. القوى الغضبية، أنت بعض الأحيان حينما تغضب وتصاب بحالة الغضب هناك قوى تحركك. إذا جاءك محارب لص، ليش تتحرك نحو الدفاع عن نفسك؟ يقولون هنا الدفاع وجوب عقلي، يعني عقل الإنسان يدرك لابد أن يدفع هذا الضرر، لكن العقل بالإضافة إلى إدراكه هناك قوى تدفعك للدفاع عن نفسك. هذه قوى الغضبية، التفت هنا، خل بالك. إنزين، عندنا قوى شهوية. الإنسان إذا أراد أن يقترب من الزوجة مثلا، أراد أن يأكل الطعام، من الذي يحركه؟ لا القوى الغضبية، هناك قوى شهوية تحرك هذا الإنسان. هذه قوى موجودة في داخل وتكوينة الإنسان. بعد القوى الوهمية، كثير من الناس يبني أموره على الوهم، على الخيال، يستنتج أمور لا واقع لها، مثل ما يقول القرآن له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ليش؟ لأنه يعول على الوهم، الوهم لا حقيقة له. بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لأن هذا وهم مو حقيقة. القوى الرابعة، ما شاء الله، هذا يصور. القوى الرابعة القوى العقلية. إنزين، إذا أصبحت القوى العقلية حاكمة على القوى الثلاثة أصبح الإنسان سالكا. التفت، بعض الأشخاص عنده سيطرة على القوى الشهوية لكن ما عنده سيطرة على القوى الغضبية. التفت لو لا، لعله في الشهوة يراعي البعد العقلي، يعني يراعي البعد الشرعي، لكنه في الغضب ليس بإمكانه أن يسيطر على نفسه. إنزين، هذه القوى الثلاثة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هل هذه القوى وجودا وتحققا عند أمير المؤمنين كوجودها عند غير أمير المؤمنين سلام الله عليه، أم أن أمير المؤمنين تلك القوى الثلاثة كلها تحت حاكمية العقل، فإذا تقدم للمبارزة هناك حاكمية، وإلا ليش الناس آنذاك كلما قال لهم النبي من الذي يبارز ما حد كان يتقدم؟ ليش؟ لأن هذه القوى وخصوصا القوى الغضبية لم تكن تحت قاعدة العقل. ولذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تقدم، وإذا بخطاب النبي برز الإيمان كله إلى الشرك كله، يعني حقيقة الإيمان، هذا التجلي من تجليات الإيمان. إذن قلنا لا تلحظ هذه الضربة ببعدها المادي، ببعدها المادي قد لا يصل الإنسان إلى مرتبة معرفية،
الحظ ضربة أمير المؤمنين ببعدها المعرفي. إذا نفس أمير المؤمنين في دعاء كميل يبين ارتباط الجوارح، الجوارح أمر مادي، هذه ضربة مادية جوارحية. نفس الإمام في دعاء كميل ماذا يقول؟ واجعل لساني بذكرك لهجة بعد وقلبي، يعني جميع الأمور متوقفة على المعرفة. إخواني، الإنسان لا يصل إلى المراتب العليا إلا بالمعرفة. من هنا الإمام يقول أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك. هناك حالة من إشراق الأنوار وإضاءة لقلب الإنسان بحيث تنكشف عنده الأمور، يشوف الوقائع. يقول النبي صلى الله عليه وآله لولا هرج في كلامكم أو مرج لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. ها؟ أكو حالة يصل إليها الإنسان، حالة إشراقية، يكون من أهل الكشف، من أهل المعرفة، يعرف الأمور على حقيقتها. لكن هذه المعرفة قد يشوبها شيء من النقص، يعني الولي والسالك إلى الله، لأن مفهوم التقرب إلى الله مفهوم تشكيكي. يعني شنو المفهوم التشكيكي إخواني؟ يعني له مراتب. المرتبة العليا للمعصوم يقول إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. إذا الانقطاع إلى الله له 100 مرتبة، الإمام عنده أي مرتبة؟ المرتبة فوق 99، مرتبة رقم 100، هذا كمال الانقطاع. إنزين، سلمان مرتبته ليست كمرتبة علي سلام الله عليه، المقداد مرتبته ليست كمرتبة سلمان، وإلا كيف يقول لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله؟ شلون قتله؟ مو بغضان، مو حسدا، قتله لأن أبا ذر لا يمتلك الوعاء العلمي والإدراكي بحيث يستوعب ما عند سلمان. هذا واضح لو لا؟ إذن المسألة متوقفة على المعرفة. يقول في مرتبة أولى أنت الذي أشرقت الأنوار، تقول الرواية اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. الإنسان يصل إلى هذه الحالة بحيث يمتلك نور البصيرة. بعدين الإمام كما قلنا، لكن هذه المرتبة قد تشوبها شيء، قد السالك يدخل في قلبه شيء غير الله، مهما كان فهو ليس بمعصوم. بعدين يقول الإمام أنت الذي أزلت الأغيار في قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. بعد خلاص، هذه مرتبة إزالة الأغيار، يعني لا يوجد في قلب السالك إلا الحب الإلهي، وهذه مرتبة تصل للمعصوم عليه السلام بماذا؟ بأعلى مراتبها. وهذا الذي نقرأه في الدعاء، إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفة، فأكون لك عارفة. السيد الإمام أعلى الله مقامه عنده تعبير لطيف في الآداب المعنوية للصلاة، هذا حتى نعرف حقيقة أمير المؤمنين. يقول الهجرة إلى الله لها قسمان، الهجرة الظاهرية، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على من؟ على الله. من مصاديق الهجرة إنك تسافر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه هجرة تعتبر هجرة عظيمة، إلى الإمام الحسين، إلى الإمام الرضا، إلى مكة المكرمة. يقول لكن هناك هجرة أرقى. ما هي هذه الهجرة؟ أن يخرج الإنسان من نفسه، من الأنانية، من الأمراض النفسية، بحيث لا يرى نفسه. هذه مرحلة الفناء، الإنسان يصل إلى حالة لا يرى لنفسه قيمة. لذا السيد الإمام شو يقول؟ عنده تعبير جدا لطيف، يقول هذا المسافر متى يقول الفقهاء لابد أن يفطر؟
إذا وصل إلى حد الترخص. ما هو حد الترخص؟ ألا يرى جدران منطقته ولا يسمع الأذان. شوف هذا دقة السيد الإمام في الربط بين الفقه الجوارحي، فقه الحلال والحرام، وفقه الجوانح، فقه الآداب المعنوية. المسافر متى يقال له أفطر؟ إذا وصل إلى حد الترخص. يعني شنو حد الترخص؟ يعني لا يرى جدران منطقته، هو لا يسمع الأذان. صحيح لو لا؟ يقول السيد الإمام كذلك الإنسان إذا وصل إلى مقام بحيث لا يرى جدران نفسه فهذا هو المسافر. واضح لو لا؟ يقول هذا هو المسافر الحقيقي. صلاة علي صلاة الهجرة. علي إذا صلى أصبح مسافرا. لذا الصلاة معراج المؤمن إخواني. بعض أرباب المعرفة يقول بعض الأشخاص إذا كبر تكبيرة الإحرام يبقى في مكانه ما يهاجر، ها؟ إذا انتهى من الصلاة أيضا بقي في مكانه. بينما الصلاة معراج المؤمن، فيها حالة من الهجرة. لكن بعض الأشخاص يقول الله أكبر في مكانه، ينتهي من الصلاة في مكانه، إذن الهجرة لم تتحقق. مثل واحد يقولون لنعطيك أداة ووسيلة للتنقل لكن فقط تتحرك في مكانك، يقول ماكو فايدة، أريد أطلع من هذا المكان. صلاة علي صلاة الهجرة، سلوك علي سلوك الهجرة الحقيقية. من هنا الإنسان إذا أراد أن يقتدي بأمير المؤمنين لابد أن تتحلى هذه المعارف في حياته. يقول أبو الدرداء رأيت عليا عليه السلام وقد أغشي عليه فحركته فكان كالخشبة اليابسة. يقول خفت على أمير المؤمنين، ذهبت إلى الزهراء قلت لها يا ابنة رسول الله، قال ما بك؟ قال شفت أمير المؤمنين في هذه الحالة، فأجابته تلك من خشية الله. علي بن أبي طالب إذا أراد أن يهاجر يصل إلى هذه الحالة. لذا إخواني قلت لكم المسألة مسألة معرفة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتكامل في سلوكه في اقتدائه بأهل البيت لابد أن يكون من أهل المعرفة. أنت شوف اليوم الكل يقول يا ليتنا كنا معكم أمنية، لكن إنسان يقولها وهو يبكي تقول له عمي ليش تبكي؟ يقول يعني حسرة، لو كنت مع الإمام الحسين لعلي نصرت الإمام الحسين. هذه مرتبة. واحد يقول يا ليتنا كنا معكم يبكي، تقول له ليش؟ يقول أنا أسأل نفسي واقعا لو كنت مع الإمام هل نصرت الإمام لو لا؟ شوف هذه المعرفة. لذا في يوم كربلاء ذاك قال للإمام أنا أعطيك فرسي، ذاك قال أنا أعطيك جوادي، ذاك قال أنا أعطيك سيفي، قال للإمام أنا أريد تلك الأنفس. لذا ظلامة الأئمة مو فقط في الظلامة الظاهرية كما يقرأها البعض أن الإمام قتل، لا، عدم استيعاب الأمة لمشروع الإمامة هذه أكبر ظلامة. تصور الإمام المعصوم بمجتمع حيواني، هذا المجتمع إنساني اسمين، مو يقولون الإنسان على قسمين علماء الفلسفة، إنسان عمودي يعني هذا يمشي ولكنه ميت، وإنسان أفقي ذاك في عالم القبر. الإمام سلام الله عليه كان بين هذه النماذج، وإلا شوف الظلامة. يقول ما ترك لي الحق من صديق، هذه ظلامة أمير المؤمنين. ليش أنا أقول بأن المسألة مسألة معرفة؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه ضحية لهذا الفكر المتخلف. أنقل إلى قصة حقيقية، ها، مو قصة خيالية. يقول واحد من أهل المسيح يقول أنا مسيحي كنت مع زوجتي،
حتى تدرك حقيقة المعرفة، وأن أولئك الذين يتصدون باسم الدين لا معرفة لهم. يقول مررنا على ذول التكفيريين ما يعبر عنهم بداعش، يقول أوقفونا قالوا أنتم من المسلمين، يقول إحنا بعد خفنا، ما يصير تقول نحن من المسيح، قلنا بلى نحن من المسلمين. يقول هذا صاحب التفتيش صاحب الامتحان قال اقرأ لي آية من القرآن حتى أعرف أنت مسلم لو لا. يقول هذا المسيحي التفت، هذه مسألة واقعية، يقول هذا المسيحي قرأت شيئا من إنجيلنا فقال نعم أحسنت أنت من المسلمين تفضل. يقول قالت زوجتي أنت ما تخاف من هذا لو عرف بأننا لسنا بمسلمين؟ قالت هؤلاء لا يعرفون القرآن. ليش أمير المؤمنين حينما رفعت المصاحف قال إن الحكم إلا لله؟ قال كلمة حق يراد بها باطل، مو علي بن أبي طالب هو الذي يترجم القرآن الصامت، صحيح لولا؟ هذه المعرفة كانت مفقودة في المجتمع الكوفي، هذه المعرفة لم تكن متواجدة في المجتمع الكوفي. من هنا إخواني لابد أن يعرف الإنسان بأن حقيقة الاقتداء بأمير المؤمنين حقيقة علمية، حقيقة معرفية أكثر من أن تكون حقيقة عاطفية وحقيقة انتماء ظاهري. لذا عندنا في بعض الروايات يعرف من خلالها بأن الانتماء الاسمي قد يؤثم الإنسان عليه. كيف؟ التفت، احنا في روايات أهل البيت عندنا عدة ألسنة، تارة الإمام قد يزجر السائل من باب التعليم حتى يعلمه، لأن المجتمع مو متكامل، فالإمام من خلال خطابه قد يعنف في خطابه، مو من باب بأن الإمام والعياذ بالله لا يمتلك الروح الأخلاقية، لا، من باب التعليم، من باب التأديب. لذا هذه الرواية ينقلها صاحب الاحتجاج الطبرسي رضوان الله تعالى عليه. تقول الرواية لما جعل المأمون إلى علي بن موسى عليه السلام ولاية العهد دخل عليه آذنه، يعني استأذن منه المأمون، شنو قال؟ إن قوما بالباب يستأذنون عليك. هناك وفد أتى لزيارة الإمام الرضا، شوف الرواية جدا دقيقة، يقولون نحن من شيعة علي. هذه الكلمة هي التي جعلت الإمام يعمل هذا التصرف، فقال أنا مشغول فاصرفهم. الإمام قال لهذا الحاجب، قال له ترى أنا مشغول خلي يروحون. قال يقول واحد كيف يعني الإمام يتعامل مع شيعته بهكذا معامل؟ انزل راح ينعرف ذلك من خلال الجواب. فصرفهم إلى أن جاءوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين، لمدة شهرين وهذا الحاجب يمنعهم يصرفهم، ترى الإمام مشغول. ثم أيسوا من الوصول فقالوا قل لمولانا إن شيعة أبيك علي بن أبي طالب قد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لنا. يعني ترى أعداء أهل البيت قاموا يتشمتون علينا، شلون إمامكم يحجبكم؟ واضح؟ فنحن في حالة الشماتة ونحن ننصرف عن هذه الكرة ونهرب من بلادنا خجلا وأنفة مما لحقنا وعجزا عن احتمال مضض ما يلحقنا من أعدائنا. قال احنا بعد انحرجنا، كل ما نجي إلى دار الإمام والإمام يحجبنا. فقال علي بن موسى عليهما السلام ائذن لهم ليدخلوا. قبل الإمام
يعني الإمام أعطاهم الإذن، فدخلوا عليه فسلموا عليه فلم يرد عليهم. الحين قد واحد يعترض يقول شلون الإمام سلموا عليه ورد السلام شنو واجب، فكيف الإمام لم يسلم؟ أنا في بعض المجالس قلت هذا نتركها لمحاضرات آتية، لكن أنا وقتي معكم محدود. هنا يوجد عدة وجوه، إما أن نقول الإمام لم يسلم عليهم من باب المبالغة، يعني سلم عليهم ولكن ليست بتلك الصيغة بحيث إذا سمع السامع يقول كأنما الإمام ما سلم عليهم. واضح؟ يعني الإمام رد السلام، قال وعليكم السلام، ولكن لو كان أحد موجود غير أولئك يقول كأنما الإمام لم يسلم عليهم، فيها حالة من المبالغة. أو قد نقول بأن الإمام سلام الله عليه لم يسلم عليهم حقيقتان. ليش؟ لأنه يعتقد ببعض الأمور التي أتوا بها، ولكن هذا بعيد لأن أولئك من الشيعة، أولئك من المسلمين. فالتفسير الدقيق أن نقول بأن الإمام رد عليهم، ولكن بحيث إذا كان جالس موجود يقول كأنما الإمام لم يسلم عليهم أصلا، ففيها حالة من المبالغة. إذن ولم يأذن لهم بالجلوس، ما قال لهم تفضلوا، عجيب. فبقوا قياما، بقوا ذولا واقفين، فقالوا يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم. عجيب، عندهم جرأة على الإمام. أكو ناس هكذا ترى، اليوم تستغرب تقول فلان تكلم على الفقهاء، أئمتنا لم يسلموا من هذه النماذج، فكيف بالإمام المعصوم؟ يعني الفقيه. لذا أخواني أنا أقول في بعض المحاضرات لابد للإنسان أن يحترم مقام الفقاهة. اليوم بعض الناس يتعرضون إلى الفقهاء، إلى المرجعية الدينية بأبشع الكلمات، أولئك من مصاديق الشيطان. ليش؟ الآية تقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. بعض الأحيان الشيطان الإنسي أخطر من الشيطان الجني، وإلا هذا عنده قناة في أمريكا وهذا في لندن. عجيب، شلون يعطونا رخصة؟ يعني هم يحبون الإسلام ينتشر، لكن أكو عندنا في المجتمع نماذج من أصحاب الجهل يتغررون بهذه الأمور. إنزين، مو بحثنا هذا. يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ أي باقية تبقى منا بعد هذا؟ بعد أنت ما خلت لنا شيء يا ابن رسول الله. فقال الرضا عليه السلام اقرأوا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول الإمام هذا من تقصيركم، والله ما اقتديت إلا بربي وبرسوله وبأمير المؤمنين. قالوا يا ابن رسول الله لماذا أصابك الحوز؟ ليش أنت حجبتنا لمدة شهرين كل ما نجي؟ قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين، أنتوا ادعيتوا ادعاء وهذا الادعاء معصية، هذا الادعاء اشتباه. ويحكم إن شيعته الحسن والحسين. أنت لما تقول أنا شيعي هل أنت كالحسن والحسين؟ أنت لما تقول أنا شيعي هل وصلت إلى مقام واجعلني من أحسن عبيدك؟ أحسن عبيدك أفعل تفضيل. يقول الإمام ترى الشيعي هو الإمام الحسن. بعد هناك مراتب، وسلمان وأبو ذر والمقداد ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره، وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون.
اليوم المجتمع الشيعي يقوم على قطيعة الرحم، اليوم المجتمع الشيعي في انحراف أخلاقي، في انحراف علمي، اليوم الزوج لا يحترم الزوجة، فأي شيعة؟ وتقصرون في كثير من الفرائض. اليوم أنت الشيعي الذي تدعي بأنك شيعي عندك تقصير في صلاتك، تعيش الموسمية في العبادة كما قلنا، ارتباطك بالقرآن في شهر رمضان، أي شيعي أنت؟ وتتقون حيث لا تجب التقية. ها أكو الآن ناس هو يشخص يقول لا 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 هذا الدعاء لا تقرأ من باب التقية، زين هذا في جمع خاص موالين لأهل البيت سلام الله عليهم، مع مراعاة البعد الآخر، مع مراعاة الطوائف الأخرى، يقول لا 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 من باب التقية بعد. وتتركون التقية حيث لا بد من التقية. شوف الميزان معكوس، تقول ليش ما تسوي هذا الشيء يقول تقية، ليش تسوي هذا الشيء يقول ماكو تقية. لذا إخواني من الذي يشخص الأمور؟ الإنسان المتخصص. من المتخصص؟ هو الفقيه الجامع للشرائط، مو الإنسان المثقف. المثقف محترم. خب هذا قرأ إلى كتابين ثلاثة كتب قال أنا صرت آية الله، خب ما يصير، يحتاج إلى تشخيص دقيق، إلى دقة. كثير من الأشخاص يقعون في إشكاليات اجتماعية سياسية، ليش؟ ما عنده تشخيص دقيق. يقول الإمام لو قلتم إنكم مواليه ومحبوه لم أنكره من قولكم. يقول له قلتوا إحنا من الموالين والمحبين لم يحصل مني الإنكار، لكن ادعيتم أنكم من الشيعة. فيقول سلام الله عليه ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها، إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم، إلا أن تتدارككم رحمة ربكم. قالوا شو نسوي؟ زين احنا راح نسحب هذا الكلام، ما راح نقول احنا شيعة. قالوا يا ابن رسول الله فإذا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا بل نقول كما علمنا مولانا، نحن محبوكم ومحب أوليائكم ومعاد أعدائكم. قال الرضا عليه السلام فمرحبا بكم إخواني. شوف تغيرت لهجة الإمام سلام الله عليه، يقول واحد يعني ما نقول احنا من الشيعة، قد واحد يقول هذا كلام يجر الى الانسان الوسوسة، الامام يقول لا تقولوا انتم من الشيعة. نقول اخواني مراد الامام بان بعض الشيعة يعيش في مجتمع مع غير الشيعة فينقل صورة على انه من الشيعة، مثل ذولا مثلا يقول لك نحن الشيعة، الإمام يقول أنتم كذابون أنتم مأثومون. أما الإنسان اللي يقول أنا من الشيعة ويطمح للتكامل هذا لا إشكال في ذلك. إذن الإنسان لا تصيبه العقدة والوسوسة. نعم إذا الإنسان مثل ما يقول واحد يقول أنا نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا ادعاء، هذا باطل، هذا كذب. كذلك لفظة التشيع هذه لفظة مقدسة، إذا ادعاها الإنسان وهذا الادعاء لم يكن ينطبق على أفعاله حينئذ يشمله كلام الإمام الرضا عليه السلام. تقول الرواية فمرحبا بكم إخواني وأهل ودي ارتفعوا، يعني كانوا بعيدين عن الإمام فقربهم، فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه. يعني الإمام سلام الله عليه أراد أن يعلمهم حقيقة، ترى كلمة التشيع ليست كلمة سهلة،
أنت لما تقول أنا شيعي لابد أن تمتثل لتكاليفك الشرعية على أقل التقادير. هذا هو المجتمع المتكامل. وإلا شلون تقول اللهم إنا نرغب إليك في دولتين كريمة؟ شلون تكون الدولة كريمة وأعضاء هذه الدولة قلوبهم مليئة بالحقد بالحسد بالضغينة؟ هذه ما تصير دولة كريمة، لا 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 لا، ولا تصير دولة متكاملة. الدولة الكريمة بأفراد هذه الدولة. وفي رواية أخرى نختم بها، قال رجل لعلي بن الحسين: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم الخلص. فقال له الإمام: يا عبد الله، فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا. اسمع، وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبينا، أنت تحبنا. وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه إنه لمبتلا بفالج لا يفارقك إلى الموت. عجيب. نقول نعم، لأنك تدعي مرتبة ولم تصل إليها. إذن حقيقة التشيع، حقيقة الاقتراب بأمير المؤمنين، هي حقيقة قائمة على المعرفة، قائمة على البعد السلوكي، أن يطهر الإنسان قلبه كي يكون مصداقا لشيعة أمير المؤمنين. وإلا كما قلت لك قبل قليل، هذا المجتمع لم يمتلك القابلية بحيث يكون أمير المؤمنين واليا عليه. حينما وصلهم النداء بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد سقط في المسجد، قالوا: وهل كان عليا من المصلين؟ علي بن أبي طالب كان يصلي حتى يقتل في المسجد. أين العلم؟ أين المعرفة؟ وإلا كيف يقتل أمير المؤمنين؟ هذه ضحية الفكر الإقصائي، الفكر التكفيري. الخوارج يدعون الإسلام لكنهم خرجوا من الدين، مرقوا كمرقة السهم. وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة على فراش الموت، مثل علي لا بد أن يكون كالملك. أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة على فراش الموت، ليش؟ نتيجة لجهل الأمة، نتيجة لعدم إدراك مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ها وزينب تبكي على أمير المؤمنين: أبا يا علي يا علي. الحسن عند رجل أمير المؤمنين ويلطم على وجهه، والحسين عند رأس أمير المؤمنين، الكل ينادي: وأبتا. لأن أمير المؤمنين كان حنونا على أبنائه، كان حنونا على أيتامه. تدري بعد هذه الليلة من الذي يبكي على علي؟ الأيتام تجمعوا على دار أبيه المؤمنين: أين أبونا؟ ذاك يتيم فيعطيه الإمام، ذاك يتيم فيسقيه الإمام. شافوا الإمام اليوم ما مر عليهم، سألوا في أزقة الكوفة فأخبروهم بأن عليا مسجى على فراش الموت. يقول الإمام الحسن: أحضرنا أحدق طبيب في الكوفة، جاء إلى أمير المؤمنين. ما أدري قلبك يتحمل لولا أنتم من السادة أمير المؤمنين، ها جدكم علي بن أبي طالب. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: ما إن جاء هذا الطبيب وفتح عصابة أمير المؤمنين وإذا بالدماء تنزف على وجه علي.
يقول له تعالجوني بالدواء قلبي ترى إذا أنا الطبيب اللي يداوي الجرح بترى ما شوف صاير لي دوا ضربة المحرى ها وزينب تسمع أنين أمير المؤمنين ها وزينب تسمع ذلك الصوت هام بها الخيال هامت بها المشاعر قالت بنذور نذر كان الوصي تم مصيامه وسمعوا على المنبر خطاباته وكلامه والناس جاءوا لنا يهنون السلامة لن شرب يا رقب البلد واعمل الزينة بنذور نذور كان الوصي تم مصيام بنذور نذور كان الوصي تم مصيام وسمعوا على المنبر خطاباته وكلامه أين المنادي وعليا أين المنادي وإماما نذر علي من المرض كان الوصي قام لجل الأبو لعمل الزينة سبعة وإن كان سواها الدهار بتعايد الشام أسأل من الله لا يشمتهم علينا هذا والطبيب مشغول بجرح أمير المؤمنين أين المنادي وعليا قال علي بعرق شاء أحضروا له ذلك العير أدخله في جرح أمير المؤمنين وإذا بالطبيب يبكي وهو يقول اعهد عهدك يا أمير المؤمنين اعهد بعهدك يا علي وخط الوصية وضربة الطاغي فيك ما بقت بقية تيهت بالي والدوا تعذر علي كيف الدوا ينفع وراسك صار نص وعليا وإماما الأصبغ بن نباتة يقول جئت عند دار أمير المؤمنين وأنا أسمع أنين علي فارتفع صوتي بالبكاء خرج له الإمام الحسن يا أصبغ انصرفوا من دار علي قال له يا مولاي رجلاي لا تطاوعني أريد أشوف إمامي ومولاي يقول بعد الإصرار أدخلني على أمير المؤمنين يتحمل قلبك تسمع لو لا هذا الأصبغ يصف حالة أمير المؤمنين يقول دخلت على علي فوجدته معصب بعصابة صفراء يقول ما أدري هذه العصابة أشد إصفرارا أم وجه علي فقال له الإمام لماذا البكاء يا أصبغ إنها الجنة قال أبكي على فراقك يا أمير المؤمنين بعد ذلك خرج الأصبغ عظم الله أجوركم الآن تجي زينب تنظر إلى أمير المؤمنين أين المنادي وعليا تتصور زينب ما إن رأت أمير المؤمنين وهو معصب بتلك العصابة ما قالت وعليا بل قالت وفاطمة ليش يا زينب قالت ذكرت بهذه العصابة عصابة أمي فاطمة يعني ذكرت عصابة لطمة العين
يعني ذكرت عصابة لطمة الخد. والله يا ابويا بهالعصابة قلبي يرتاح، كل ما نظرت لها اوين يا حلو الاطباع، صاب المرادي هامتك يا مشيد الدين، شدوا بهصوابك اخواني حسن وحسين. اسمع شي تقول، وكل ما نظرت لها ذكرت عصابة العين، من لطمة على عيونها مكسرت الاضلاع. اي المصايب احتملها يا اسنادي، ضربة عيون اميل عمت عيني يا هادي، لو ضربتك يا والدي بسيف المرادي. تحرك امير المؤمنين من مكانه، قال لها يا زينب لقد ايتيتيني مصيبتي بمصيبة امك فاطمة. قالها يا بنتي والدمع بالخد سجاب، اعظم علي والله من ضربة المحراب. يا علي يا علي، قالها يا بنتي والدمع بالخد سجاب، تدرين عني من حزنها مصوب صواب، أعظم علي والله والله من ضربة المحراب، من سيتها وقلبي عليها ذاب وارتاب. علي يا علي صوتك، علي يا علي علي ما شاء الله، علي يا علي علي يا علي علي. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام 10 مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله 7 مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم يا أرحم يا أرحم الراحمين يا يا أرحم الراحمين يا أرحم. فلنتوسل جميعا بأمير المؤمنين 10 مرات بصوت واحد، بعلي 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 بعلي. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، اللهم شافي كل مريض، اللهم فك قيد كل أسير وسجين، اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين، فقهاءنا علماءنا شهداءنا خدمة الحسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.
إخواني جمع للأيتام جمعية الزهراء، وهذه الأيام أيام أمير المؤمنين، جزاكم الله خير.